استاذ ابراهيم فارس كل عام وانت بخير. اهلا بيك. النهارده حضرتك جاي في نقابه المحامين تتقدم ترشح حضرتك نقابه ولا على الرئاسه؟ 15 عضو عن الادارات القانونيه. وكنت عضو سابق لمده 4 دورات وكنت امين عام النقابه العامه للمحامين سابقا. وانا احد المحامين اللي غبنوا وظلموا واتحبس باوراق ترشيحهم في الانتخابات السابقه وصدر احكام قضائيه لصالحي بحقيقتي في النجاح واني كنت حاصل على اصوات على مستوى الجمهوريه، الا ان النتيجه جاءت على غير الحقيقه ودي كانت احكام محكمه القضاء الاداري اللي اتايدت في المحكمه الاداريه العليا. من الذي كان يعترض حضرتك في النظام السابق؟ الحزب الوطني وامن الدوله علني كده، هم اللي كانوا بيزوروا الانتخابات مع احد القضاء اللي بقعوا ضمايرهم احد، انا بقول القضاء مصر قضاء شامخ ونزيه وعادل، واحنا بنقول ان قضاء مصر ده فوق دماغتنا وتاج على رؤوسنا، لكن لابد من تنقيط قضاء مصر. في بعض قضاء عايزين يتنقوا من هم اللي بيعبسوا بانتخابات نقابه المحامين، نظير مصلحه او خدمه او ترقيه او يعني ما سلامش قضاء مصر من ضغط امن الدوله والحزب الوطني في جميع الانتخابات، واديك شفت انتخابات مجلس الشعب والشورى اللي فاتت. فبالتالي ما انتخابات النقابه العامه المحامين ما سلمتش ايضا من بعض القضاء المزورين، انا بقول بعض، لكن السواد الاعظم من قضاءنا قضاء عادل وشامخ وتاج على رؤوسنا. هل ترى حضرتك الوقت مناسب لهذه الانتخابات في ظل الظروف التي تمر بها مصر؟ الامور هتستقر ان شاء الله ومصر هتطول عمرها بخير، ونقابه المحامين لازم يكون ليها مجلس، ده مجلس قومي ودي نقابة القوميات ونقابة الحريات، فمن غير مجلس اعتقد الامور هتتعثر في نقابة المحامين، هيبقى لا في علاج ولا في دعم ولا في ولا في ولا في، فبالتالي لابد من انتخابات تكون سريعة وناجزة تحت اشراف قضائي كامل، واعتقد المرة دي هتكون انتخابات نزيهة وشريفة. شكرا على تنقيبك.